احنا دلوقتي في بداية حلقتنا نروح بعين تانية. بعين تانية لأن الكورة مش بس أرقام، الأرقام لها مدلول وده اللي دايما بنحاول نوصله. الأهلي أمام الإنتاج، النادي الأهلي بيواصل صحوته، مش بس صحوته، أنا شايف إن النادي الأهلي بيبدأ موسم جيد جدا، بتحقق 5 فوز وبتتعادل مباراة أمام دجلة وأنت بتلعب ناقص 12 لاعب نتيجة الإصابات، وده يذكر للنادي الأهلي إن هو أقوى فريق هجوميا على مستوى الدوري 16 هدف واستقبل هدفين فقط، ده جزء من الأرقام. ولكن يا أسامة محتاجين نقف عند أرقام المباراة نفسها عشان في جزئيات نحب نتكلم عنها دايما بعين تانية زي ما احنا عودناكم. احنا حابين بس الاول نوضح ان قلق جماهير النادي الاهلي من المستوى في الشوط الاول والمستوى في الشوط الثاني. انت قلت 16 هدف، انا عايز اخد منك فكره 16 هدف في 14 هدف في الشوط الثاني واثنين في الشوط الاول، زي ما لا سلبيات لكن لا ايجابيات برضو، ان انت بتقدر ترجع في المباراه وتقدر تصحح الاخطاء سواء على نطاق التغييرات او حتى التوظيف داخل الملعب. يستوقفني موسيماني لان هو واحنا معانا الاحصاءات اتكلم في حاجه مهمه جدا، فكره ان انا ما بختارش توقيت الاهداف، انا دوري الاساسي ان انا بحاول اخلق محاولات، وفعلا النادي الاهلي دايما بيوصل للمرمى، عندنا 19 محاوله، عندنا 9 الشوط الاول و10 الشوط الثاني، هي دي الفكره ان النادي الاهلي بيقدر بسهوله يوصل لمرمى المنافس. الجمهور عنده بعض المخاوف اللي بتخص زي ما اسامه كلمكم في التاخير الفوز الشوط الثاني. المدرب اللي بيقدر يوصل للمرمى ده الشيء الأساسي بالنسبة لي في كرة القدم. كرة القدم هي فن خلق الفرص، كرة القدم هي فن الوصول لمرمى المنافس، ده اللي بيعمله موسيماني. انت بتقدر توصل لمرمى المنافس، وكمان زي ما بنتكلم دايما في الاكسبكتد جولز بتاعتك هي الأعلى. انت بتتكلم على مدار آخر موسمين وتحديدا مع فايلر وموسيماني اللي رغم اختلاف بعض الناس في طريقة الاتنين شايف مدرسة متقاربة جدا، ده بيكمل على ده. بعد الفواصل انت ازاي بتقدر تعمل ده؟ نقدر نروح للشق البدني اللي احنا دايما بنتكلم على الخاص بالجزء البدني في النادي الاهلي اللي بيديله الافضليه في الشوط الثاني. هل انت شفت اي فريق في الدوري قادر يتفوق او يجابه النادي الاهلي وهو بيلعب في الشوط الثاني؟ بالتاكيد لا، واعتقد ده بقى موسيمانو حاطه بعين الاعتبار. والحقيقه لو احنا بصينا الاكس جي او الاكسبكتد جولز او الاهداف المتوقعه اللي بتوضح الفريق ماشي ازاي، هنلاقي وهتستغرب ان هي كانت 3.5. طبعا احنا معدلنا دايما من 3.5 ل 4 وفي مباراه علينا عن 5 اهداف، لكن كان الشوط الاول 2.12 على عكس الشوط الثاني 1.38، يعني المفترض ان انت كنت تطلع الشوط الاول مسجل هدف او هدفين.